مشاهدي قناة الحوار التونسي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج الحوار الاقتصادي. في حصة اليوم من برنامج الحوار الاقتصادي نقدم لكم تغطية لفعاليات الحوار الوطني حول دفع الاقتصاد اللي انعقد اليوم السبت 11 ماي 2013 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. الحوار كان مناسبة اجتمع فيها جميع المتداخلين في الشأن الاقتصادي، ممثلين عن الحكومة والمجلس التأسيسي ومنظمة الأعراف والأحزاب السياسية والخبراء والمهنيين وأصحاب المؤسسات. الحوار الوطني كان في شكل كلمة لكل من رئيسة المنظمة ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وكذلك مداخلتين للخبيرين الاقتصاديين راضي المدب وأحمد الكرم والسيد هشام اللومي النائب الأول لرئيس الاتحاد. هذه المداخلات تم إثراءها بنقاش عام من الحاضرين لا سيما أصحاب المؤسسات قبل اختتامها وتلاوة اللائحة النهائية من طرف السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. رئيسة المنظمة أشارت ضمن مداخلتها إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية كأحد دواعي تنظيم الحوار، إلى جانب غياب الشأن الاقتصادي من المنابر الحوارية وضعف التغطية الإعلامية للأحداث الاقتصادية. السيدة وداد بوشماوي أكدت على العلاقة الحتمية بين الديمقراطية والاقتصاد المتماسك، فلا ديمقراطية دون اقتصاد قوي. كما أشارت إلى المعضلات اللي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وهي مشكلة التهريب والتجارة الموازية وموجة العنف بالبلاد والإرهاب. وأضافت رئيسة المنظمة الأعراف أن المعركة الحقيقية اليوم هي ليست بين صاحب المؤسسة والأجير أو بين اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل أو بين المنظمة والحكومة، بل هي معركة ضد البطالة والفقر والتهميش والحرمان. وطالبت بشدة بوضع حد لكل موجات الإساءة وحملات التشويه ضد رجال الأعمال. احنا نظمنا اليوم حوار وطني حول دفع الاستثمار، خاطر قلنا حان اليوم باش نحكيو على الاقتصاد. اليوم ما يصيرش ديمقراطية بدون يكون اقتصاد قوي، ما يصيرش اقتصاد قوي بدون توفير الأمن، ما يصيرش اقتصاد قوي بدون استرجاع الثقة في أصحاب وصاحبات المؤسسات. اليوم الوضع متاعنا في تفاقم معناها البطالة، في تفاقم التوريد والتهريب العشوائي، في تفاقم الاضطرابات الأمنية، خليت الناس كل مرتبكة، خليت صور تونس في الخارج مضطربة. لذا حان الوقت اليوم معناها باش الناس الكل نحطوا اليد في اليد ونفكروا في تونس ونفكروا في درابو تونس ونفكروا في أجيال تونس. البرنامج اللي قمنا به احنا برنامج على 2020، معناها برنامج طويل المدى. اليوم حابين نعطيه معناها اقتراحات عملية للوضع الحالي. احنا بطبيعتنا كأصحاب وصاحبات مؤسسات نتبعوا الوضع الحالي ونعيشوا فيه. قلنا ما هي الحلول المعناها العاجلة للنهوض الاقتصاد الوطني تونس. إذا معناها كما سمعتوا الأخوة مازالوا في النقاش، استرجاع الثقة، اعتبار صاحب وصاحبة مؤسسة اللي هو وطني يستثمر يقوم بالواجب بتاعه، يشغف الناس وهو يساهم في الثورة والثروة التونسية، واللي هو كان ديما واقف، اعطيه ثقة في الشباب التونسي اللي هو عنده كفاءة وممكن يشتغل ممكن ينتصب للحساب الخاص، اعطيه معنا سهلوا كل ما هي المسائل المالية باش الناس هذوما يستثمروا، تطوير أسواقنا اللي هي عنا أسواق اللي قريبة واللي هي معناها الناس الكل قاعدين ما عطيناش الوقت الكافي، السوق الليبي، السوق الجزائرية والسوق الإفريقية، فلازم كلنا معناها نمشي ونقوم بالدورة متاعنا، ما عاش نجم نصبر أكثر من هذا. رئيس الجمهورية السيد المنصف المرزوقي أشار ضمن مداخلته إلى ضرورة التعود على الحوار واعتماده كسنة في معالجة المشاكل والأصلاح،
كما أكد على ضرورة الإسراع بمكافحة الإرهاب ورفع التحجيرات عن أصحاب الأعمال والمصالحة، لكن مع التصدي لمظاهر تدخل المال في السياسة. أما رئيس المجلس الوطني التأسيسي فإن مداخلته أثارت هتافات الحاضرين من أصحاب الأعمال للمطالبة بإنهاء الإعداد الدستور والمصادقة عليه وتحديد موعد للانتخابات المقبلة. يا سيد الرئيس نحب نخدموا على روحنا، احنا نحب نخدموا على روحنا كفرصة، احنا علينا خاف على تونس عيش، الجيش عيش، الجيش بتاعنا عيش، الأمن بتاعنا عيش، احنا علينا نحب نخدموا على روحنا، نحب اقتصادنا نقدموا به، نحب نحلوا مشاكلنا. أحسن أول حاجة الدستور يعيشكم الدستور وبعد ان تطلبوا لكم اروحنا ونحبوا لكم اروحنا. احنا معاكم، احنا معاكم، احنا عينا، احنا عينا. السيد مصطفى بن جعفر أجاب بأن الدستور سيكون نتاج صناعة جميع التونسيين بعيدا عن التجاذبات السياسوية. من جهة أخرى أشار إلى اقتراب موعد المصادقة قريبا على ملاحق اتفاقية التبادل الحر. رئيس الحكومة السيد علي العريض تناول المؤشرات الاقتصادية الحالية من نسبة نمو مثلا تناهز 3.6%، وأشار من خلالها إلى أن الوضع ليس بكارثي ولكن يدعو إلى الإصلاح. من أهم العراقيل التي تواجه اقتصاد الوطني حسب رئيس الحكومة اليوم هي الإجراءات الإدارية المعقدة والبطيئة والمشاكل المتصلة بالعقارات. الانشغال والاهتمام بالوضع الاقتصادي هذا طبيعي وملموس، وكل مكان القطاع قريب أكثر للاقتصاد كل مكان اهتمامه وانشغاله أزيد، ولذلك لا غرابة باش نلقوا رجال الأعمال والأساتذة الجامعيين المختصين في المجال هذا وكبار الإداريين كيف ما الحكومة عندها انشغال كبير بالوضع الاقتصادي. وإحنا في الحقيقة في الحكومة معناها كيف تجو تقيموا العمل متاعنا تلقونا بخلاف الجانب الأمني، معناها اللي يحتاج منه وما زال يحتاج منه البرشة جهود واجتماعات، والجانب الاجتماعي المتعلق بعدد من المطالب الاجتماعية الملحة والفئات، معناها العائلات المعوزة والمعاقين والعفو التشريعي العام والشهداء الثورة وعائلات شهداء الثورة وجرحاها إلى آخره، بخلاف هذا الجزء الاجتماعي والسكن وغيره اللي اشتغلنا عليه وما زلنا باش نواصل نشتغلوا عليه، تلقاو الجزء الآخر هو كيفاش نحاولوا نسرحوا الاقتصاد باش ينطلق في النمو باش يولي يخدم. احنا اقتصادنا قائم على قطاع عام وقطاع خاص أساسا، ثم برشا عراقيل موجودة قدام انطلاقة الاقتصاد، هو تحسن راهو مقارنة ب 2011 وقاعد يتحسن توا، قاعد باقي الوضع يتحسن، ولكن ثم برشا مشكلات. المشكلات هي التشخيص في قالب بعضهم مختلفين متفقين عليه، المشكلات هي مشكلات إدارية. وإحنا توا الزيارات للمناطق بالنسبة للإخوة الوزراء باش يسرعوا التنمية الجهوية وباش يحاولوا يعالجوا الإعاقات الإدارية في المفاصل، هذا الشأن اللي قاعدين يشتغلوا عليه إخوان الوزراء. الثاني هو المشكلات العقارية، تلقى منطقة صناعية باش نبداو فيها تلقاها تأخرت، علاش؟ على خاطر ثم مشكل عقاري. الثالثة هو المشكلات اللي قلت لك أمنية وإلا اجتماعية إلى آخره. الرابع هو مشكلات بعض مشكلات نتاع القوانين اللي قاعدة تعوقنا في أنه ناخذ قرار. السيد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نوه بخصائص المناخ الاقتصادي العام الموسوم بانخرام الأمن وتآكل القدرة الشرائية للمواطن رغم جودة الموسمين الفلاحيين الأخيرين. الأمين العام نفى كل صلة للاتحاد بتعميق الأزمة الاقتصادية من خلال الزيادات في الأجور، إذ هي زيادات امتصها التضخم المالي. وحول البطالة أكد الأمين العام على أنه نسبها في غرب وجنوب البلاد بلغت أكثر من 35%، مما يدعو إلى ضرورة معالجة منوال التنمية ومراجعته مراجعة جذرية. كما رد الأمين العام للاتحاد على الاتهامات الموجهة للمنظمة من أن الاعتصامات والإضرابات هي السبب المباشر في تدهور الاقتصاد، ومن خلال رده حذر من المساس بحق الإضراب وتقييده ضمن الدستور لأنه في ذلك تقييد للحق النقابي رغم إقراره بحرية العمل.
الخبير الاقتصادي الراضي المدب حلل ضمن مداخلته المؤشرات الاقتصادية تحليل موضوعي شخص من خلاله الوضع الاقتصادي وخصوصية اقتصادنا الوطني. في مقاربة قطاعية نوه الخبير الاقتصادي بمشكل التمويل وبغياب ثقافة المخاطر لدى القطاع البنكي مقابل موروث قديم لا زال يحكم القطاع وهو ثقافة الضمانات. وكان هذا جواب الخبير الاقتصادي عن سؤالنا حول مدى إمكانية اطلاع بنوكنا بهذه الثقافة الجديدة مع الصعوبات اللي تواجه البنوك العمومية اليوم. هذا تجاذبات خاطئة، لأنه قبل أن نقول هل يجب دمج البنوك العمومية أو خصوصتها، ما وصلناش لهذا. يجب أولا التعريف بحالتها، تشخيص الحالة اللي هي عليه مهما كانت من بعد القرارات اللي ستأخذ. وقت اللي واحد يمشي للطبيب قبل لا يقول له باش نعمل لك عملية ولا باش نقص لك ساقك ولا باش نعمل كذا، يشخص الوضعية نتاعو، يبعثوا يعمل تحاليل، يشوف كذا، يشوف شنو الوضعية الحقيقية نتاعو. أولا احنا تأخرنا جدا في عملية التدقيق والتشخيص للوضعية للبنوك الحكومية هذه. ربما حالتهم ما تحتاجش للمعالجة هذه القوية اللي نحكيه عليها. خلنا أولا نعرف شنية حالتهم، يجب نسرع بإنجاز هذا التحقيق هذا والتقرير هذا، ومن بعد بالتوافق نجتمع الأطراف في الكل. خطر البنوك هذه طالما هي بنوك حكومية فهي ملك المجموعة وتخدم لصالح المجموعة، فمش ممكن أن واحد يقرر دون أن تكون الأطراف اللي تتفاعل في البلاد الكل متفقة أو ساهم متعلقة في إبداء الرأي وإبداء الحلول وإيجاد الحلول باش نتفقوا في حل توافقي نمشيهم بعد في إنجازه. إذا كان الزم زيادة فيهم وقتها نكبسوا على أرواحنا في المجموعة ونوجدوا لهم الأموال اللازمة، خاطر ما نجموش نقبلوا أن البنوك هذه تنهار لا قدر الله. وإذا كان لازم أن نشاركوا فيها قطاع خاص إلى حد معين، إذا كان هو ذاك الحل اللي اتفقت عليه المجموعة علاش لا. إذا كان لازم البحث على شركاء مهنيين خارجيين اللي مش يجيبوا لهم الخبرة والدعم الفني وكذا، وقتها ننظر جميع في الحلول. في مقاربة إقليمية ودولية أكد السيد الراضي المدب على أن ليبيا تشكل تحديات وفرص لتونس يمكن استغلالها، على غرار تركيا اللي يشتغل حوالي 1000 من عمالها بالجارة ليبيا. أما الاتحاد المغاربي فلا مناص من تعميقه وحوكمته، في حين تبقى علاقاتنا بدول إفريقيا محتشمة مقابل إمكانيات واعدة تستدعي وضع استراتيجيات وطنية. أما عن دول الخليج فإن الأمر يتميز حسب الخبير الاقتصادي بغياب العمق الاقتصادي وعدم امتلاك التكنولوجيا. السيد الياس الفخفاخ وزير المالية أشار حول السبل لتحسين الإجراءات الإدارية إلى مشروع تبسيط الإجراءات الجبائية والديوانية اللي من شأنه أنه يحسن العلاقة بين المستثمر والإدارة، وأشار كذلك إلى الانطلاق في إصلاح المنظومة الجبائية. في إطار الإصلاح ككل ومشاريع الإصلاح تبارك الله برشا، وما غير الإصلاحات هذه ما نجموش نحكيه ولا على منوال تنمية جديد ولا على حل مشكلة البطالة، وبما فيها من الإصلاح هو إصلاح البيروقراطية اللي عندنا واللي هي بيروقراطية كبيرة. وإحنا في وزارة المالية انطلقنا في ما يسمى بالجيوتين متاع البروسيدور. الجيوتين متاع البروسيدور هذا تم تشخيص أكثر من 450 إجراء يقوم به المواطن وعدلنا مغلبها أكثر من 90%. فما تم إلغاء قصة كبيرة أكثر من 70 إجراء، فما إجراءات قلصنا فيهم، وإحنا هذه عملية متواصلة هذه من ناحية التبسيط والإجراءات اللي هي باش من شأنها باش تسهل للمواطن وتسهل للمستثمر وتسهل للي يعمل تصريحه كان جبائي وإلا في الديوانة. وفي جهة أخرى الشفافية، إحنا زادة عملنا بادرنا بمبادرة متاع شفافية وصححنا اتفاقية مع المجتمع المدني والجمعيات اللي تخدم على الشفافية لحل كل ما فيه كل شيء في وزارة المالية، من ميزانيات الدولة، ميزانية الوزارات، ميزانية البلديات، الأملاك المصادرة والتصرف فيها، مدى تقدم إنجاز الميزانية.
فما شيء تم حطانه على السيت، فما حوايج اخرين في اطار اللجنه هذه اللي نتحثوا ونشوفوا اسهل حاجه، خاطر لانه هذوما ارقام وزاره الماليه تخدم برشا بالارقام، والخبير ينجم يفهمهم من المواطن العادي، احنا نخدموا باش نحطوا على ذمه الخبير، مازال نحبوا حتى المواطن العادي، هذا ما يسمى الفيلغاريزاسيون معناتها لو بيدجي سيتويان. هذايا بالنسبه للشفافيه والحوكمه والاصلاح بصفه عامه، هذا مشروع كبير الاصلاح الجبائي. احنا الجبائي نتاعنا مجملها صار بين 89 و90 و91 وعندها اكثر من 20 سنه ما تمتش مراجعتها، وفي نفس الوقت فما تطور نتاع الاقتصاد بتاعنا، فما ثورة جابت استحقاقات، وفما تطور الاقتصاد العالمي والتقنية الجديدة. احنا جيبية بتاعنا مش نمشيو في استشارة وطنية واسعة، بدينا بعملية تقييم، التقييم الإدارة الجبائية والتشريع الجبائي في شهر ديسمبر وشهر جانفي، وان شاء الله نهار اثنين باش نطلقوا في عمل لجان. الهدف منه، الهدف الاولاني هو العدالة الجبائية، كل معناتها اللي هي حق من حقوق المواطن من جهة، ومن جهة وكيف كيف هو استحقاق بتاع الثورة. النساء صاحبات الأعمال كان لهم موقف من الوضع الاقتصادي الوطني، وبدورهم أشاروا إلى حاجتهم إلى مثل هذا الحوار وإلى استقرار المناخ العام للبلاد للمساهمة صفا صفا مع الرجل في دفع نسق التنمية. هو في الحقيقة ما فماش فرق بين المرأة سيدة الأعمال والرجل، هما الزوز كيف كيف يساهموا في الاقتصاد البلاد، في بناء اقتصاد البلد، ولكن نفس المشاكل اللي تعرض لهم الرجل تتعرض للمرأة. معناها الفرق الوحيد بين المرأة والرجل هو المرأة عادة مشروع صغير، والمرأة تقيس الخطورة وتقيس المخاطر، هذا هي الحاجة اللي تميزها عن الرجل، ما تمشيش للمخاطر الكبيرة. لذلك عادة تلقى المشاريع الصغرى والمتوسطة اللي تديرها المرأة سيدة الأعمال هي مشاريع نسبيا ناجحة. لا مجال لتحسين القدرة التنافسية الاقتصاد اليوم دون الاستثمار في العقل البشري والخبرات الوطنية. كان هذا رأي السيد منجي ميلاد عميد المهندسين، اللي أكد على أن المهندس اليوم هو من بين الثروات البشرية اللي يلزم استغلالها لتطوير الاقتصاد والاعتماد على كفاءاتها للتجديد وخلق أكثر قيمة مضافة. هو في الحقيقة هذا الحوار هام جدا، لأن لم رجال أخذ القرار ورجال الهامين، وخاصة جاب ثلاثة ركيزات نتاع الطاولة، طاولة الاقتصاد اللي هي الحكومة والأعراف المال والعمال نقابة العمال، يعني وخلي نلموا الناس هذوما حول مائدة واحدة قدام جمهور في هذا المستوى من التنمية، يعني عنده قيمة كبيرة. أنا حبيت نقول لكونه راهي معناها المسألة مرتكزة على حاجتين أساسيتين، هو ثم زوز أطراف في التنمية، هي الإدارة والحكومة، العمل اللي متركز من مال ومن يد عاملة كذا، يلزم هذوما يكونوا في نفس المستوى، ممثل الإدارة والحكومة يكون في مستوى رفيع، وممثل رأس المال يكون في مستوى رفيع. حتى نحبوا نردوا المؤسسة الاقتصادية مؤسسة ناجعة وذات مستوى وتنتج ما هو ذو قيمة مضافة، لكن ما نجموش نخليه قدامها إدارة وحكومة ممكن عندها مسائل أخرى، انشغالات أخرى سياسية أو أمنية أو كذا. يلزم الإدارة تكون معناها في مستوى تأطير يكون قوي، والمؤسسة يكون تأطير فيها قوي. اليوم الإدارة ما عدا بعض وزارات فيهم تأطير هام، أكثر الوزارات تأطيرها ضعيف، والمؤسسة أيضا زاد التأطير ضعيف. نهيك أن عندنا 40,000 مهندس الآن اليوم في تونس، وتعرف إيش معناها دور المهندس في التنمية وفي النشاط الاقتصادي كذا، يعني فيهم تم 20% منهم بطالة واضحة، وثم ناس أخرين
يخدموا فيهم في أعمال غير أعمالهم، يعني نصف تشغيل يعني. ولهذا أنا أقول نداء للحكومة وللأعراف، الحكومة يلزمها ترد بالها على العنصر البشري في الإدارة، باش غدو وقل يتناقش مع رأس المال ومع الأعراف ومع العمال يكون عنده ما يقول. ورأس المال كيف كيف والمؤسسات يجب يكون عندهم زادة نسبة تأطير لا بأس بها، وخاصة تشغيل المهندسين. لا يعقل الآن اليوم، لا يعقل كون والمهندسين هذوما اللي عندهم انكوشون فكري ذكائي معروف يبقوا بطلة، واللي يبقى هنا عندك شو عندي شد بيرو في مؤسسة وكذا وانا باش غدو إذا كان حاجته به وقد يحب يعمل صفقة عمومية ولا كذا يقول أنا عندي 10 مهندسين في الحقيقة مش قادرين يخدموا كمهندسين. كان هذا تناولنا لفعاليات اليوم المخصص للحوار الوطني حول دفع الاقتصاد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى لقاء اقتصادي آخر. إلى اللقاء.